اهلا بحضراتكم من جديد واجواء مباريات كاس العالم للانديه. طيب عشان نعيشكم في الحدث على طول في الترند هتشوفوا لقطات وهتعرفوا اخبار ومعلومات حصريه عن ان شاء الله مشاركه الاهلي في هذا الحدث الكبير. لذلك اذهب مباشره الى الدوحه لكي نتعرف على كيفيه الاستعدادات واخر الترتيبات اللازمه في قطر قبل مواجهه الاهلي ان شاء الله وانطلاق كاس العالم للانديه يوم الخميس القادم 4 فبراير. برحب في هذه اللحظات بالاستاذ رجائي فتحي الناقد الرياضي. استاذ رجائي مساء الخير على حضرتك. مساء الخير استاذ محمد عليك وعلى كل المشاهدين الافاضل. طيب احنا في قلب الحدث معاك من الدوحه وبنطمن على اخر الترتيبات والامور التنظيميه باستقبال بعثه الاهلي والوفود الرسميه وايضا الامور الفنيه المتعلقه بفريق الدحيل. اخر الاخبار عند حضرتك وخلاص البطوله خلاص يعني خلال ايام قليله هتنطلق ان شاء الله. بالنسبه للاستعدادات الحقيقه الكل منتظر في الدوحه قدوم فريق النادي الاهلي نادي القرن الافريقي. سعاده كبيره للجاليه المصريه اللي موجوده في الدوحه ايضا الجاليات العربيه اللي موجوده. حضرتك تعلم تماما قيمه اسم النادي الاهلي على صعيد القاره الافريقيه وايضا على الصعيد العالمي فوزه قبل كده بالمركز الثالث في البطوله. في استعدادات كبيره يمكن الاهلي هينزل في واحد من افخم الفنادق اللي موجوده في الدوحه. حقيقي لحد دلوقتي الوضع بالنسبه لعمليه الاستقبال قد يكون استقبال الاهلي على غير عادتنا وعلى غير رغبتنا احنا حتى كجاليه مصريه موجوده في الدوحه بعيدا عن نكون نقاد رياضيين. هيكون الوصول للمطار مباشره عمل مسح كورونا ثم الذهاب الى الفندق. ما اعتقدش هيكون في استقبال بالصوره اللي ممكن يكون عليها اي فريق قبل كده. وطبعا حضرتك عارف السبب معروف اجراءات الاحترازيه بسبب فيروس كورونا كوفيد 19. أكيد. بالنسبه لكل شيء بالنسبه للاهلي ان شاء الله يوصل يوم الجمعه الدوحه الساعه 8 هيكون في استقباله الوفد من اللجنه المنظمه العليا للبطوله. هيروح على الاوتيل ثاني يوم ان شاء الله هيكون عنده مباراه هيكون عنده تمرين وعلى حسب البرنامج اللي موجود ليه هيتمرن الفريق في الدوحه. ايضا فريق النادي الاهلي كل الاستعدادات من الجاليه المصريه عمل استعداد كبير برئاسه سعاده المستشار حسام ابو العيله. هيكون في استعدادات كبير للنادي الاهلي بحيث كل شيء موجود الاعلام موجوده الفانلات موجوده التيشيرتات موجوده الاسكارفات الشعارات كل حاجه موجوده هتكون موجوده في الملعب حتى الثالثه شمال هتكون موجوده.